والسلام عليكم لا فامي، جيت باقراكم كاع ملاح ومرحبا بكم في هذه الفيديو الجديده وين حنشوفوا كيف وعلاش ندمت بعد شراء الريدمي نوت 10. دونك حتعرفوا كلش كاع التفاصيل في هذه الفيديو. مي قبل ما نبداو خليكم كما العاده تروحوا تحت هذه لا فيديو باش تشتركوا، تخلونا لي لايك تابوناو بارك الله فيكم، ويلا نبداو بالفيديو تاعنا بسم الله. والسبب الاول اللي جعلني باللي ندمت على شراء هذا الهاتف هو السعر. وعلاش؟ لان امام هذا الهاتف يعني لي كونكورون تاعو حتلقاو البوكو اكس 3 بسعر رخيص على هذا الهاتف. والحاجه الثانيه هو الجهازات اللي داروا هنا داخل هذا الهاتف. والمثال الاول هو الشاشه. هنا ريدمي خدموا لنا شاشه تاع 6.5 بوص اون اموليد. حتقولوا لي حاجه مليحه وعلاش راك تقول هكذا، ولكن حنقول لكم بعد سمانه تاع التجربه باللي كي تكونوا على الاكستيريور يعني برا وين عندكم بزاف شميسه ليكرون تاعكم ما يبانش بزاف، وهذه حاجه ماشي مليحه. يعني حنا ولفنا بلي لي زيكرون اموليد تاع سامسونج لا لوميزيتي تاعهم على الاكستيريور برا مليحه خير من هنايا تاع ريدمي نوت 10. باغ كونطخ وين عجبني هذا الهاتف هو التصميم تاعو. التصميم تاعو شباب بزاف بزاف، خفيف رقيق، عنده ديزاين تاعو رافيني، خدموا لك دوبل باف واحده الفوق واحده لتحت، هذه حاجه نقطه ايجابيه. عندكم كونيكتور تيب سي مع بريز جاك، يعني سي تري تري بيان. السبب الثاني اللي جعلني ندمت شراء هذا الهاتف هو المعالج. هنا عندنا معالج سناب دراجون 678. وحنا نقول لكم حاجه شاومي، وعلاش درتوا لنا هذا المعالج؟ ماشي كاع خدمه، ماشي كاع خدمه شابه. وعلاش حنعاود نولي ونعاود نقول باللي في البوكو اكس 3 المعالج تاعو 732 جي خير من هذا المعالج وبسعر هايل. وثانيا ملاحظة ثانية انه في الموديل اللي قبل ريدمي نوت 10 يعني ريدمي نوت 9 اس والنوت 9 برو كيف خدمونا معالج سناب دراجون 732 جي اقوى على هذا المعالج وبسعر رخيص على هذا الهاتف. يعني هنايا سي ان غران ديسيبسيون، ونقدر ميم نقول باللي هي السبة الكبيرة اللي ندمت فريمون شراء هذا الهاتف. هنا لازم تكلم شوية، حتقولوا لي ما تقلقش يا خو، ما تقلقش على الهاتف هذا حتقلق ولا كيفاش. هذا المعالج تقدروا تلعبوا الالعاب 3 دي فيه ما كاش مشكل، حيكون عندكم لا كاليتي تاع لي غرافيزم نيفو متوسط. مي سي فريمون دوماج باسكو الاكس 3 البوكو اكس 3 شويه خير عليه. والسبب الثالث والاخير هو الصور والكاميرا. ما رانيش نقول يا خاوتي بلي هذا الهاتف الصور والكاميرا تاعو عيانين، نو حاجه مليحه ناجحين كي الصور كي الكاميرا. ولكن نعاودو نقولو كيما واش قلت الديبيو تاع لا فيديو، نعاودو نشوفو واش كاين اون فاس هذا الهاتف. عندنا البوكو اكس 3 بالسعر رخيص على هذا الهاتف، ولازم نقولو باللي الكاميرا والصور على البوكو اكس 3 خير على هذا الهاتف. اذا نكملوا الفيديو تاعنا بالنقطه الايجابيه الثانيه هي البطاريه والشحن. هنا خدموا لنا بطاريه تاع 5020 ملي امبير، حاجه مليحه نعرفوا هذه البطاريه. والشاحن تاع 33 واط، عندكم لو مود توربو شارج، يعني في ساعه تقدروا تعمروا البطاريه تاعكم من 0 الى 100%، وهذه حاجه مليحه. اذا بعد هذه كاع المعلومات لي يشري هذا الهاتف حيندم 100%. وعلاش مدي لكم كاع هذ الاسباب؟ يعني سبب الاول الشاشه تاعو، سبب الثاني المعالج، سبب الثالث الصور. هكذا عنده زوج نقطات ايجابيه. النقطة الأولى هي التصميم تاعو شباب، تليفون يعني يفودي لا فيغيتي باللي شباب. والنقطة الثانية هو البطارية تاعو والشاحن. ولكن النصيحة تاعي هو أنه لو كان عندكم لو شوا بين هذا الهاتف والبوكو إكس 3 أصدموا في البوكو إكس 3، ما تندموش، ما ديروش كيما أنايا أنا شريته وندمت. فوالا لا فامي، جيسباك هذيك لا فيديو هذه عجبتكم. نخليكم كما العادة تابوناو ودخلونا للايك بارك الله فيكم، ونقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام.